اكلت العصافير بتاعتي يا عم بدوي؟ اكلكم انتوا الاول عصافير. انت راجل انت اللي هقع بجوع. فين البرتقال؟ انت ما عصرتش قفص البرتقال اللي جبتهولك؟ انت هتضربني عصرته. خد يا عم بدوي يلا عشان احنا نفطر. حاسب يا عبد الرحمن فين؟ عنك في الجركن. مساك الفول يا عم بدوي. ربنا ياخد عم بدوي مش عايز يستريح. يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابني كده ما ينفعش. بتعمليه زي محمد عليك ليه؟ تعمل لي مش عارف ازاي؟ ده عقاري. احنا نبتدي بالاسس اللي هي التقليديه العاديه. ده متغطي يمين شمال مغطي هنا شمال يبقى اليمين مغطي هنا وشمال ويمين وراها على طول. ايه دي شمال ويمين. اهلا 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 صباح الخير. يلا نفطر. ما تخف ايدك شويه يا بابا. لما تيجي من ابوك احسن ما تيجي من حد غريب. انت عندك ماتش يوم الاحد والواد اللي هتلاعبه نزل وايده ناشفه. الواد على فكره ممكن يقطعها. يقطع مين يا بابا؟ ايه ده؟ امال فين الفطار؟ بدوي ايه ساعة الجلسه؟ ايه يا بدوي؟ اربع تيران وابوهم معقول هتكفيهم الفطار ده؟ قلت لك 100 مره العيال دي لازم تتغذى كويس. ده ساعة الباشا مش حضرتك قلت لي جهز فطار خفيف. خفيف ايه؟ اقعد مقيتش انت في العيال دي لغايه ما يحصل لهم اي حاجه. انت حر. العيال دي لو قاعد هياكلوك انت. هياكلوني؟ هما لسه هياكلوني. ما كانوا صحيتك ساعة الباشا. فين مجانسي وترابيزي؟ ما جامس وترابيزه بتاعت الباشا خرتك عارف 3 سنين ورا بعض. 3 سنين وناخد الكاس بتاع الصحات الشعبيه على مستوى الجمهوريه. ليش بس بتاعت الباشا؟ يا سلام حط روحي انا حط روحي. انا سوكه اللي اسمه سوكه خليته حط صبع شاي مني. ده كانوا مسميني اوركو الجبار الناس اللي هيبقوا. اطلع بس بتاعت الباشا. اديني يا حسين شويه سلطه من عندك. حط يا ابني شويه كويسين بسرعه. ايوه حته الجبنه من قدامك يا بابا. محمود اديني 15 بيضه من عندك. سميته قبل ما تاكله؟ سميت انت يا بابا؟ سميت في سري. يا بدوي عايزين نص صفيح الزيت عشان الفول. عبيطنا يا بابا. نهار ابوك اسود بوظت العربيه يا ابني. ايه دعوه بيها؟ تركبوها ازاي دي؟ يلا حبيبي يلا بابا يلا يا حبيبي خد اخواتك وامشي يلا يا كوكو. انا بقى هفرجك بنركبها ازاي يا كوكو. انت لسه هكلمه. تعالى يا حبيبي. انت عامل ايه في الجامعه حوده؟
فدان الاورال والريسيرش واخد الديجري. خد بالك ايه؟ الاورال. الاوراد بتاخده في الجامعه اوراد؟ الاورال يا بوب يعني الشفوي. والله انت ابن حلال يا حوده. والله عمرك ما تعبتني. عارف ولادك كان نسانا خالص ولا حسينا بيه. ما جبنا دكتور ولا رحنا مستشفى. قمنا من نومه انا وامك الصبح لانك نام جنبينا بتعيط. في لعبه في امريكا عايز اجيبها اللي هو ايه؟ تلاقي واحد قاعد عامل كده على قرافيسه مقرفص، واحد قدامه معاه زقله. زقله؟ اه زقله زي بتاعت الفطير دي. وفي واحد تاني معاه برضه قفاز كده وبيضرب الكوره. دلوقتي في الراجل اللي هو بيبقى غير اللي واقف ده، في واحد تاني اللي هو عامل كده. اللي عامل كده ده اللي هو لا ماسك الجوانت غير التاني اللي معاه الزقله. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه، عمال اقول لك من الصبح اللعبه دي اسمها ايه؟ اسمها بسبول. ايه؟ بسبول. بسبول ايه ونيتي؟ بيخبط غير غير خالص، واحد تاني في اخر الملعب بيخبط بيخبط بالسور كده. لا في تمن بيخبط يا ابني. اللعبه بتاعت الاساس غير اللعبه بتاعت اللي هي الراجل اللي مقرفص اللي عامل كده. يعني في اللعبه بتاعت الاساس ولاد دي تلاقي كل واحد كلهم بيبقوا منومين على الاساس وبيتخانقوا مع بعض. صدقني يا قادر بيه المره دي في تغيير بجد، لان الجو العام بيقول كده. طول عمركم بتقولوا الكلام ده ولا في حاجه بتحصل؟ ايوه بس الناس نفسها تشوف وشوش جديده، الوشوش القديمه خلاص بقى. مين قال الكلام ده؟ ده حتى بقى في عشره بيننا وبين الوزراء. عارف يا شكري لما بيطلعوا في التلفزيون ووزير مش موجود بيوحشني. اي والله بيوحشني. ديك النهار جابوهم في التلفزيون وزير البيئه ما كانش موجود. العيال ولادي قعدوا يعيطوا في البيت. طول النهار يعيط. صحيح الواد حسين ابني ما بينامش الا على صوره وزير قطاع الاعمال. الوزير يا شكري لما بيطول في الوزاره بيبقى عامل زي امك. خد بالك زي امك بالظبط. انت تقدر تستغنى عن امك؟ ها؟ تبقى ليه الاصل. انما ما عندكش فكره سيادتك مين المترشحين للوزاره الجديده؟ يجيبوا اللي يجيبوه بقى يا شكري، احنا مالنا؟ ده يجي ده يروح، احنا شغالين. في واحد اسمه حمدي بسوني يا فندم عايز يقابل سيادتك. حمدي البسوني؟ اوعى تكون بتاع الجامعة بتاع زمان، خليه يتفضل. اتفضل يا حمدي بيه. اهلا ازيك يا حمدي؟ حمدي بشوني. ازيك؟ حمدي كان معايا في الجامعة زمان، كنت انا بلعب بوكس وهو بيلعب مصارعة. فاكر منظرك وانت لابس الريوب بتاع المصارعة ده والبزاريس طالع منك كده؟ كان شكلك زبالة يا حمدي. كان بياكل خروف لوحده. اه خروف بالفروة بتاعته. اتفضل يا حمدي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا يا حمدي. اهلا اهلا. بهاء ابني سلم على عمك يا بهاء. اهلا يا بهاء. اهلا اهلا. ازيك يا حبيب؟ ازيك؟ ازي اخبارك؟ ها عامل ايه؟ يا مالك مالك مخستع كده مش تشرب بهاء مش ها ايه بهاء متقعد؟ اقعد يا بهاء. عارف بهاء ده كويس يعني. شد حيلك يا بهاء عشان تبقى زي بابا وعمه كده. شد. اشوف حاجه تشربوها واسيبكم تتكلموا مع بعض. يا عبد الستار عموما انا مش هعطلك كتير. ابني بهاء اتخرج من الجامعه وكلمنا له معالي وزير القوى العامله علشان يعينه وهو اتعين، وكلمنا له رئيسه في المصلحه عشان يريحه وهو مستريح 24 قراض، وكلمنا له معالي وزير الاسكان وجاب له شقه في اسكان العرايس. دلوقتي بقى ما فاضلش غير ايه؟ ان احنا نجوزه. وجاي لنا بقى عشان اتجوز له؟ ها؟ هو بقى ده ما بيعملش حاجه لوحده ابدا. لا انا جاي اعزمك على فرحه الاسبوع الجاي. اتفضل الدعوه اهي، تبقى تشرفني انت والاولاد. قوي ده الاولاد هيفرحوا قوي. حط وشك حط وشك حط وشك.
اللي عملته دلوقتي حلو قوي 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 قوي. ها استعمل ايدك، عايزك ايدك تستعمله كويس. ها ايدك تعمل كويس حلو قوي. ها عايز ايدك تبقى حلوه. ها شمالك بقى انت اللي تفتكر شمال، خد بالك من يمينه. ها خد بالك انت من يمينه. ها عايزك تبقى زي الفل كده وتنشف تبقى حلو. ها يلا ابراهيم شد حيلك يا اخويا. هي دي يا ابراهيم. يلا بسرعه الواد واخد منشطات حاجه ما عدش عليه. نط هنا تحت حزام. نط ضرب بضهر الجوانتي والحاجه ما عملوش حاجه. شرفتنا يا قادر. انا متاثر يا حاج. الله يتفضل. زعيم متاثر. اتفضل. العيال كبرت. اتفضلوا. اتفضل يا استاذ. اهلا اهلا. اتفضل. اهلا. لا شكله كده مش هشرفنا الليله دي. بكتير هيديها مش دي كول. بص يا هو عايز يوم جوازكو كل واحد يبقى قاعد في الكوشه زي الاسد. ما العروس هو يا بوب قاعده زي الاسد. اه والواد العريس بان عليه هيهنج الليله دي. ايه؟ هيهنج. لا البنت خبره بصراحه يعني خبره. وشوفوا قاعده ازاي. القعده دي مش قاعده اول دخله ابدا. بابا هما هيخشوا دلوقتي؟ ايه؟ هيخشوا دلوقتي؟ اه هيخشوا دلوقتي. تعالى تخش انت؟ اه؟ ناسي مفاتيح يا عم. روح معانا كمان يا دوب الحق فيلم السهره في البيت. طب انا هوصلهم وهرجع على طول. انا عندي شغل الصبح بدري لازم اروح دلوقتي. انا كمان رجع الحاجه لاصحابها عيب دي مش بتاعتنا. ما يصحش كده. انا سامعكم من الصبح وانتوا قاعدين تتريقوا. وانت مالك انت بتتسلط علينا؟ عيب عيب يا ابراهيم ما صحش. انت راجل كبير وانت متربي. اي نعم هي نطاعه منه قله ادب انه يطرطق ودانه معانا، بس احنا برضه ناس متربيين. ابنك مش متربي يا استاذ. مش متربي ازاي؟ معقوله؟ طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليله دي تعدي على خير. انت بتهددني ولا ايه؟ انا هعرفك مركزك. بتحترم نفسك يا راجل انت؟ انت لسانك طويل ليه؟ عيب عيب يا محمود. انت راجل كبير وانت متربي. دول عالم زباله، نعمل زيهم. بقل ادب يا بوب نسكت له؟ ايه اللي ادبه ياخد الجزم على دماغه؟ بس احنا برضه متربيين. انتوا جايين تبوظونا الفرح ولا ايه؟ يا حمدي بيه يا حمدي. ايه يا جماعه في ايه؟ تعالى شوف معارفك دول اللي عايزين يبوظوا الفرح. شوف يا حمدي انا عامل خاطر ليك ولابنك وللبنايه الخبره اللي زي العسل دي. احنا كنا قاعدين في امان الله. فجأة الفندي ده راح قابل فينا زال وبور. مين ده يا عم؟ ده عباس جوز ام العروسة وهو اللي مربيها. هو اللي مربيها عشان كده بقى البنت طالعة خبرة. مش انت خبرة يا حبيبي؟ خبرة. قال ايه يا استاذ؟ احنا عروستنا خبرة؟ لا بقى دي سفالة وقلة أدب. خبرة؟ ايه رأيك بقى انها خبرة؟ ولد اوعى تمد ايدك عليه. ده زي والدك. حد يمد ايده على واحد زي والده؟ انا هروح بقى البوفيه اكل لقمه لغايه ما تخلصوا. ها ايه
لا لا كبير ابني كبير اكبر واحد هو الواد ده طول عمره فقري اقول لكم ايه انا جعان انتوا مش جعانين جعانين في واحد في مصر القديمه اسمه زيكو تلوث مين زيكو تلوث عامل افتتاح النهارده بمناسبه خروجه من السجن كان بيبيع سندوتشات حمير لو ايه في الشارع كده لا اطباق ولا ترابيزات ولا بتاع تاخد في حجرك وتمشي اه زحمه امم والله ولا روح عند بحه بتاع النصريه مين بحه بتاع النصريه تبقى قاعد بتاكل وبتعيط تاكل وبتعيط من فرط اللذه ولا روح عند زيزو نتانا مين زيزو نتانا عند شويه سندوتشات مهلبيه ايه عجب اسمح لي يا بوب انا عازمك بمناسبة سعيده ايه محل جميل قوي بيعمل اكل زي الفل على ضمانتك على ضمانتي انا اللي هدفع وانا موافق يلا يا حبيبي وفرحت معاه كان وصلي جميل حلو يا محلا حلو يا محلا شفت يا حبيبي مع الأبوك ولا الكلب يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا باشا. ازاي؟ الحمد لله يا باشا. لا مكان هادي كويس. واسمك ايه؟ سماحة يا باشا، سماحة. مناحة؟ سماحة. سماحة اه. لا مكان حلو. الله يخليك يا باشا. ازاي؟ الله يخليك، الحمد لله. صوت منك قوي يا مناحة. الله يخليك يا باشا. اه. مكان هادي فعلا. أنا النهاردة مبسوط. أخيرا محمود اتخرج. والله. يلا شد حيلكم كده واتخرجوا أنتوا كمان، ها؟ على فكرة أنا طول عمري كنت لوحدي. ابويا كان عمده في البلد وبعتني هنا واشترى البيت اللي احنا قاعدين فيه ده قعدت في البيت ده لوحدي كنت باكل لوحدي بشرب لوحدي بروح الجامعه لوحدي ما كانش ليا اصحاب انا عمري ما حسيت ان انا ليا اصحاب غير لما انتوا قدرتوا وماما يا بوب امك هي الوحيده اللي كنت بحس انها واحد صاحبي اربع عيال زي الفل اللي ما شفت واحد بيشرب سيجاره ملغمه ولا جنبيه كده ازازه بيره ولا ماشي مع بنت كده ها؟ اطمن يا بوب كله تمام لا يا شيخ انتوا صدقتوا ده انا اديكوا بالجزمه امور الله اه هات لنا خمسه فات الكوارع وجنبيهم بقى شويه الحاجات بتاعتهم دول ها؟ سلطات؟ لا سلطات ايه دول مش بتوع سلطات هات لنا خمسه ممبار وخمسه لحمه راس وشويه تحبيش بقى بتاعتهم كباب؟ اه 5 كيلو كباب
5 كيلو كفته ريش. ريش 5 كيلو ريش ضاني. كويس. في موز؟ في يا فندم. كويس كويس. هاتنا بقى 5 موز بتلو. بتلو بتلو 5 موز بتلو. وطواجن بقى 5 طاجن عكاوي. وصينيه بقى فيها مخاصي على شويه حاجات. حاضر. ها اسمع، في محاشي؟ في يا فندم. طب كويس. هات لنا بقى طبق محاشي مشكل. ها ورق عنب على بتنجان ابيض على بتنجان اسود على شويه حاجات كده. بدل محاشي صحيح ما تاخدوا حمام محشي؟ كويس حمام محشي بقى كويس. هات لنا بقى 20 جوز حمام محشي. بالفريك ولا بالرز؟ الاثنين يا فندم موجودين. الاثنين موجودين. طب اسمع، هات لنا بقى 20 بالرز وعشرين بالفريك. حاضر. اسمع استنى بس، انا لسه ما في مشنكح. مشنكح موجود في مقلي ولا مشوي؟ مقلي. هات 5 مقلي و5 مشوي. حاضر يا فندم. حاضر. يلا حد عايز حاجه تانية؟ لا كفايه قوي كده يا بوب. ما احنا لسه هنتعشى في البيت. سموا قبل ما تاكلوا. حاضر. ازيك يا حسين؟ يا ابو علي حبيب قلبي، ازيك يا ابو علي؟ هات الكوت بتاع الكل، يلا بسرعه هات الكوت. ازيك يا حسين؟ ابو علي حبيب قلبي. ازيك يا حسين؟ ازيك يا ابو علي؟ هات الكرسي هات الكرسي بتاع الكل. اقعد يا احمد حسين مش غريب. وخلص. عيب كده ازاز الناس. عيب. ايه تبني حلو اول اداء يا جماعه ده. انا بتاع برنامج الدين عقل. استغفر الله. انت الوحيد العاقل اللي فيهم يا سعاده البيه. يا سعاده البيه ده برنامج هزار. اديني عقلك. حاج زغلول مين؟ حاج زغلول مين؟ يا حاج زغلول مين؟ مين الحاج زغلول ده؟ شوية شوربة كده حلوين بتاع. هو ده المكان الهادي الرومانسي اللي أنت جايبني فيه؟ الظاهر إن وصل المحل. ده كمان من طقوس المحل؟ ما تاخديش في بالك. في ترابيزة هادية أهي نروح نقعد عليها بقى.
ايوه شكري. ايه مين انا؟ بيت وزير؟ وزير ايه يا شكري؟ وزير الشباب؟ فكر حلف اليمين يا اولاد، ابوكم بقى وزير الشباب. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله وان احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضيه. وتوجهاتها وبنيتها الأساسية اللي لازم نتفق على ملامحها مع بعض من دلوقتي. ايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده؟ يعني بص، انتوا امبارح كنتوا اولاد موظف كبير، النهارده انتوا اولاد وزير. ابن الوزير بيبقى مسؤول هو كمان زي ابوه الوزير ما هو مسؤول، وياما وزراء ولادهم مرمطوهم وجابوا لهم الكافية. يعني لازم نهدى كده ونلم الدور. طب مستخبي لنا فين الوزارة دي بس؟ ما كنا كويسين. قلت لي ولا بقول ما احنا كنا كويسين يا بوب، ايه الوزارة اللي هتجيب لنا الكافية دي؟ اتفضل يا فندم. ايه ده؟ دي خطة سعادتك يا فندم في تطوير الوزارة. خطة ايه؟ هو انا لسه لحقت اعمل حاجة؟ ازاي يا فندم؟ ما احنا كلنا بنشتغل بفكر سعادتك، سعادتك بتدينا الخطوط العريضة واحنا بنكمل. خطوط ايه؟ انا ما عملتش أي حاجة باللي أنت بتقوله ده. يا سلام على التواضع. بالمناسبة يا فندم، وزير الشباب الدنماركي جاي يزورنا في وفد رسمي الأسبوع الجاي عشان نناقش التجربة الدنماركية للنهوض بالشباب. وأنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ ما هو في بروتوكول بيننا وبين الدنمارك لتعميم التجربة الدنماركية وتطبيقها. الله، هو كل واحد هيسافر شوية ببلد يرجع لنا التجربة؟ ولعلمك بقى أبشر تجربة في أوروبا كلها التجربة الدنماركية دي. طب ليه ما نجربش التجربة الكوالالمبورية؟ أهو ماله يا فندم، بس إيه معالمها دي؟ معرفش، هما لسه ما عملوش حاجة منها لغاية دلوقتي. بعد إذنك. ألو؟ أيوه. وبعدين؟ المهم ابن معالي الوزير كويس؟ في ايه يا شكري؟ لا يا فندم مفيش اي حاجه. طيب ما حدش ياخد خبر بالموضوع، واحنا هنتصرف مع اهالي الاولاد. مع السلامه. حصل ايه يا شكري؟ لا دي حاجه بسيطه يا فندم. حسين بيه. حسين بيه مين؟ ابن سعادتك يا فندم. ماله؟ خناقه بسيطه في الجامعه بينه وبين الاولاد يا فندم. وحصل ايه؟ 14 جريح واثنين في حاله خطيره يا فندم. كام؟ سبق قبل كده وقلت لكم ان كل نيله مرحله ليها مفرداتها وتوجهاتها وبنيتها الاساسيه. 14 جرحى واثنين في حاله خطره. بتضرب الجامعه يا حسين؟ يا بابا بس افهمني. افهم ايه؟ ما انا فهمكم ووعيكم وعاد القعده دي قبل كده ونصحتكم ولا استعباط يعني. وتفضل، لسه ما عملناش حاجه وبنشتتف في الجرايد. ابن وزير الشباب في توت الجامعه. ايه ده؟ ده مين اللي كاتب ده يا بابا؟ واحد اسمه ابو حنفي ودول بيكركروا بعض. ابو حنفي يكتب ورا ابو سريع يكتب، مصطفى حسين يرسم، واحمد رجب يبهدلنا، واحنا مش قد الحاجات دي. هو يعني ايه اللي حصل يا بوب؟ ما لسه ضرب 14 اللي فات وما عملتش معايا اللي انت عملته دلوقتي. يا بوب حسين كان بيضرب له 3 4 وابوه حيالله رئيس جهاز. دلوقتي ابوه وزير، ما يضربلوش 14 15. 15 اهي فراخ. يا بوب اهدى، ابو حنف ده من حقه يكتب وانت من حقك ترد. اسمع بس، ما احبش الفلسفه بتاعتك دي. يا حسين يا حسين يا حبيبي.
انا ما انكرش انك انت ليك معزه خاصه عندي، خاصه وانت اخر عنقود وامك فرست فيك وهي بتولدك، بس ما تسوقش فيها، ايدك تتمد على حد تاني هقطعها لك، وده انذار ليكوا كلكم. خليك انت هنا. اعمل ايه يا حاجه؟ خلي بطاطس طعميه. خلي بطاطس طعميه. ما تبقاش يا مدير المركز ليه؟ عندك هناك اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده مركز شباب برضه؟ وانا المدير بتاع المركز. بس ده مركز عالي قوي. شيشه ومعسل عاملين شويه نشاطات بدل القعده. خد لك نفس صنف عالي قوي. ده في زغاريد كمان. دي دخله فرج الليله. دخله فرج. فرج مين؟ فرج الخروف. فرج الخروف. صحيح، ده انا شايف كمان وز وبط ومعيز. عاملين نشاط اقتصادي. ده مطاهر كمان. نشاط اجتماعي. حضرتك مين؟ أنا المدربة. مدربة إيه؟ كندو كنوي. إيه؟ كندو كنوي. تايكوندو. بالظبط هو ده. وحضرتك؟ أنا كمال الأجسام. كمال أجسام؟ كمال أجسام. أمال أنت مين؟ مشرف اجتماعي. مشرف اجتماعي. وحضرتك مين يا كابتن؟ أنا نسيبه. 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 ده حاجة حلوة أوي. لكن انت عمال تسال انت مين انت مين انت مين، معرفناش انت مين يا حلاوه. انت جميل. انا الوزير. انا الوزير يا ولادي، يا ولاد الكلب. انا الوزير يا ولاد الكلب. سياده الرئيس، دول مش موظفين ولا ده مركز شباب، ده غرزه. دول مربيين فراخ ومعيز هناك. اثبت حاله وبعدين اتصرف. اثبت حاله ازاي يا سياده الرئيس؟ ده لولا الحراسه خلصتهم مني كنت قطعتهم. يا ست الوزير، اللي حصل ده تجاوز لا يمكن قبوله. مفيش وزير يهجم على مركز ويضرب الموظفين اللي فيه. في طرق تانية كتير، في انذار، في تحويل التحقيق، في خصم، في رفض، انما توصل للضرب لا، محدش يقبل كده ابدا. ايه يا ابو حنفي؟ ايه حكايته الجدع ده؟ مش فاهم. هو ساب كل حاجه في البلد ومركز معايا انا؟ تعالش مرة استلمني فيها شوفي. أعداء النجاح يا معالي الوزير، سيادتك اللي عملته في مركز الشباب قلب الدنيا على معاليك، ما هو احنا كده، اللي يشتغل في البلد دي لازم يتهاجم. طيارة الوفد الدنماركي وصلت يا فندم. هلا مستر رضا، مستر فيري نايس تو ميت يو. بليجرز مايز. ثانك يو فيري ماتش. أنا معربي شوية شوية. مين؟ رؤوف مصباح. الدورة حبيبي عجلي حبيب قلبي. ازيك يا عم؟ الله يخليك. انت بتعمل ايه هنا؟ انا وزير الشباب والرياضه هنا. وانت بتعمل ايه؟ انا دنمارك. هي الدنمارك اتحورت قوي كده؟ هناك ما بياخدوش بالشكل. استنى. بلبيت هنا ريك جوتنبرج. مين؟ المدام بتاعتي. دنماركيه برضو؟ ايوه. هم الامريكان ضربوا الدنمارك بالقنابل الذريه؟ زغيتي بس. دو ايريان ديك. كل واحد بكره هيبقى معاه قفه وفي حمص وبلح. قفه ايه؟ بتقول لك مبسوطه انها شافتك. هشوفك. يلا قفه. الله يخرب عقلك. اوكي اوكي. في ايه؟ عبد الرحمن بيه. عبد الرحمن بيه مين؟ ابن سعادتك يا فندم. ماله؟ لا هم قفشوه في المقطم في عربيه مع بنت في وضع مش هو، بس البنت غلطانه لانها قاعده في العربيه من غير هدوم خالص. مالت؟ ايوه. وعبد الرحمن برضه هو فين؟ في الاسم. في الاسم. انا ناقص. يلا
كان لازم تعملوا كده، كان لازم تضطروني اعمل فيكوا كده. وكان لازمته ايه من الاول؟ عمالين تخبطولي على الازاز وبطقطق واطلع على البوكس، انا اتمسك من الكاميرا وعمال اقول لكم انا ابن وزير، انا ابن وزير، ومحدش عايز يصدقني. عجبكم مناظركم دلوقتي؟ انت حابس الاسم ده انقلاب. انا اتهنت في عهدك يا بوب، واللي حصل ده لا يمكن تسكت عليه. اسكت على ايه؟ ده انت مقفوش بفعل فاضح في الطريق العام. انا ابن وزير. انت مش ابن وزير، ده انت ابن كلب. انا اسف، انا اسف يا حضرات، انا في منتهى الخجل الحقيقه. انا بعتذر لحضراتكم وان شاء الله هقدم اعتذار للسيد وزير الداخليه، بس انتوا غلطانين، المفروض كنت تحبسوه وحد يقدر عليه. معلش معلش، اتفضلوا كده. الناس دول بيموتوا عشان احنا نعيش، تعمل فيهم كده؟ اهو في حد كلمك يا عبد الرحمن؟ دي ما حصلتش يا اخونا، احنا نروح يا سام، احنا اتكسر على اللي فيه. يا بابا اطلع حضرتك من الليله دي، سيبنا احنا نخلص. تخلصوا في ايه؟ فاكرين نفسكم مين؟ انتوا فين؟ هي دي التربيه اللي ربيتها لكم؟ بنرمي بلانا على الناس؟ بنفتري على الناس؟ خلاص بقينا بلطجيه؟ جوزي ست جاب مامي. مش ده والبنت دي مش دي الخبرة؟ أيوة. وزير خضتني ايه؟ احنا اصدقاء من 30 سنه، صح؟ صح. انا ليا طلب عندك ومتعشم فيه. اوه مرؤوفه. انيتا هنري جوتنبرج. دي حاجه في اتفاقيه؟ لا، انيتا هنري جوتنبرج اخت مراتي فالبيت هنري جوتنبرج. ملا جايه مصر يوم الثلاث وعايزه تبيض وشي قدام مراتي. هي كانت عايزه تنزل في اوتيل، بس انا صممت وحلفت 100 يمين انها ما تنزلش الا عندك انت. ازاي يبقى بيت اخويا معالي الوزير مفتوح وهي تنزل بره؟ وجايه تعمل ايه؟ سياحه ودراسه. ايوه من ده على ده يعني، اصلها دكتوره كبيره قوي في الجامعه عندنا في الدنمارك. امال ايه؟ وعايزك بقى تساعدها عشان هي عايزه تعمل لقاءات مع بعض المسؤولين، وعايزه تروح السيده نفيسه. هي عليها نادر ولا حاجة؟ لا نادر ايه؟ هي عايزة تعمل دراسة عن الستات اللي في حي السيدة نفيسة. بالبيت دويرينديك. دويرينديك. بتشكرك. مراتك مش شبه الواد جمعة اللي كان ماسك الكابتين في مدرسة؟ واللي هتيجي بقى برضه هتتكلم بالدينجينجينج ده. أنيتا؟ أنيتا دي قردة. قردة؟ ايوه دي بتتكلم عربي احسن مني ومنك. دي عامله دراسات باللغه العربيه عن المراه في العالم الثالث. جريده السبق يا معالي الوزير. تاني مالها؟ لا مفيش، هما باعتين لسيادتك دعوه عشان تحضر الحفله اللي عاملاها الجريده، في بعض الوزراء رايحين. انا رايي ان معاليك تشرف الحفله علشان الجدع اللي اسمه ابو حنفي اللي عمال يلسن علينا ده. اهلا معالي الوزير. ابراهيم عبد الفتاح رئيس تحرير السبع. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. اهلا بسعادتك. اهلا وسهلا، شرفنا بيك. اهلا يا فندم، نسمع عنك كتير. ربنا يخلي جنابك يا فندم. اهلا بيك. بالمناسبه في صحفي عندكم شاب كويس قوي، رائع يعني الحقيقه، هو بس يعني حاططني في دماغه اليومين دول ودايما يشتم، انما انا بيعجبني اسلوبه. اسمه ايه؟ اسمه ابو حنف يا فندم. ايوه ابو حنف دوت كويس قوي، ده مستقبله هايل في الصحافه. دي شهاده كبيره قوي يا معالي الوزير. انا عايز اشوف، صحيح عايز اشوف. يا ريت كمان تخلوه يبقى مندوب الجريده في الوزاره. يا فندم بالشكل ده مش هنعرف نشغله، مع انه لسه صحفي بانقطاع، يعني لسه تحت التمرين، بس طلع ولد موهوب لانه قدر يلفت نظر سعادتك لينا يا فندم. اسمه الحقيقي محمود، وهو اللي هيقول كلمه الصحفيين الشباك. اهو محمود اهو يا فندم. محمود مين؟ ابو حنفي. هو ده ابو حنفي؟ محمود يا فندم. الصحفي اللي بيكتب؟ الصحفي اللي بيكتب يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحن اليوم نحتفل بتكريم نهوض الوطن في الفكر والسياسة والاقتصاد والأدب و يا باشا طيارة الكويت دي؟ لا دي اللي جايه من الدنمارك. ما بتوقفش في الكويت؟ توقف ازاي يعني؟ اصل انا اخويا صبحي هيشتغل في الكويت بقاله 18 سنة، والله ما شفته بقاله 18 سنة سعادة الملك. سيدي يوصل بالسلامة. ربنا يجيبك بالسلامة يا صبحي. يا اخويا انت ما تعرفش ده كان بالنسبة لي ايه؟ ومش عايز اعرف انا، مش عايز اعرف، بقول لك دي طيارة الدنمارك. يعني ما بتجيش فيها الكويت؟ لا. انت هتزق لي يا صالحة هتشوفه قدام كل الناس واكتب عنه واقول لا 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 مش معقول كده يا محمود اللي بتعمله ده ما يصحش قول له قول لاخوه ده طير السوداني والكاشو كله من قدام ايه طير السوداني والكاشو كله من قدام السوداني والكاشو ايه بتتكلم انت اهو انا ربيت على الحريه مش على قله الادب في ايه يا بابا هي الوزاره هتاخدنا من بعض ولا ايه انت من ساعه ما بقيت وزير مش تقال لنا كلمه ليه انا من حقي اقول اللي انا عايزه واي وزير هيغلط هكتب عنه انت صحيح ابويا لكن انت برضو الوزير المسؤول امام الشعب شعب طب انا عايز اعرف انا عملت ايه ايه اللي غلطت فيه وزير راح يضرب الموظفين اثناء تاديه عملهم اسكت وما اكتبش تاديه عملهم ده ايه الناس قاعده بتحشر انا ارفض ان اي وزير يتعامل مع الشعب بطريقه همجيه في نقاش حضاري حضاري ايه الناس قاعده بتحشر ولما انت حضاري قوي كده اخويا بتديل سيبت اخواتك ليه دي حياتي الشخصيه علموك كده في الصحافه هنا عليها منك ولا من المجلس ولا من الوزاره واللي عملوه ده انتوا حضرتك مسؤول عنه ولا مش مسؤول؟ لا 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 استنى يا محمود بصراحة بصراحة بابا حضرتك اللي مسؤول طيب بدل ما انا مسؤول بقى يبقى انا ما ربيتكوش انا ما ربيتكوش ولازم اخد على دماغي من تحت راسكم بدل ما انا بقى ما عرفتش اربيكم انا هربيكم من اول وجديد يا كلام والله العظيم لربيكم من اول وجديد بعدين رايح فين؟ وانت اخويا بتضرب الجامعة؟ بتضرب الجامعة؟ والله العظيم لو ضرب بيت فوق دماغك يا كلاب ايه يا بوب انت مزعل نفسك ليه يا كلاب ولا مليم هتاخده مني يا كلاب بعد كده
خلي بقى الصحافه تنفعك، مش انت بس، انت والثلاث حامل اخواتك ولا مليم يا سفله. والله العظيم لا قص البنت فوق دماغكم يا كلاب. انتوا ما تفعوش تعيشوا في بيوت الناس المحترمين، انتوا تعيشوا في خرابات وعملكوا صحابي ورجاله وتعضوني تضربوني في ظهري يا كلاب. والله كلاب 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 كلكم كلب في قلبي، في الكلاب كلها اكلبكم كلكم. مين دي؟ أنيتا. زنيتا مين؟ أنيتا معالي الوزير قريبة رؤوف بيه. رؤوف بيه مين؟ اتفاقية الدنمارك. اتفاقية ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. أنيتا هنريك جوتنبرج. فينكش هونكنبرج مين؟ ودي ان شاء الله اللي هتقعد معانا هنا؟ ايوه معالي الوزير، انا مصر كلها داست عليا وانا جايبها من المطار لهنا. قعدنا ساعتين. ودي عدوها من المطار ازاي؟ ودي هتقعد معانا هنا ومع دول. شكلكوا كده هتتحبسوا كلكوا وانا اولكم. You are welcome. Thank you. You are so kind. لا ما تشيليش في نفسك، مفيش حاجة. Is it the first time you visit Egypt? Yes, it's my first visit to Egypt. It's my first visit to Egypt. شكلك كده مش هيطول في الوزارة. Thank you. مش Thanks. Your room is upstairs. ايه ده؟ مين دي؟ وسع حبيبي. وسع. وسع بابا. وسع يا ابني عيب. وسع ما صحش. بلاش الحاجات دي يا كلاب. انا مش في اتوبيس. وهي نيلة واتحطت على دماغي انا عارف. You are welcome. Thank you. You are so kind. Anita, this is your room. Lovely. You stay here. Okay, I like it. محمود المنياوي كاتب وروائي كبير وصحفي وعاطفي ورومانسي. وصباح الخير يا مصر. إبراهيم منياوي ملاكم بطل جمهورية 3 مرات، 5 على أفريقيا، 8 في دورة آسيا، مصنف 18 مليون على العالم. أهلا بيكي. حسين المنياوي بطل كمال حقوق أولى أقسام. أهلا وسهلا. عبد الرحمن المنياوي. كادري منياوي دبليو دبليو وايت دوغ. I am happy. I am really مبسوطة. ايه دول؟ مين دول يا شكري؟ ما اعرفش ولا واحد فيهم يا فندم. طب اتفضلوا، اتفضل مع السلامة. باي ذا واي بايسون ساموراي. يلا بابا يلا. يس شيف في يوش كاسيو. خليها مش انا خلي دارك. ها؟ خليها مش انا خلي دارك. يلا بابا يلا حبيبي اهو. يلا بابا يلا يلا يلا. نبغى نتونس يا اخي، هذه ما هي عروبة. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يلا حبيبي. يلا بابا اتفضل. اتفضل. تجوزني بنت اللي بتاخد 50 بقره. ها؟ تجوزني بنت اللي بتاخد 50 بقره. اتجوزك البنت دي واخد 50 بقره؟ اتفضل معلش يلا. لا تجوزني بنت اللي بتاخد 50 بقره. بعدين بعدين. يلا امشي لهنا. بتعمل ايه هنا؟ حرس سعادتك يا باشا. وحرس سعادتي بيعمل ايه في اوضه النوم؟ حسينا ان في خطر على حياتك يا باشا. خطر على حياتي؟ طب اتفضل اتفضل. يلا حبيبي. وانت عباس ساب العربيه وبتعمل ايه هنا؟ يعني هي جت عليا انا يا فندم؟ انا لقيتهم طالعين طلعت انا وراهم، وربنا يخليك لينا بقى. طب يلا عباس يلا يلا عباس. ايه يا شكري واقف ليه؟ ما انا فندم هاتها بجيبها من المطار لغايه هنا وبعدين تستخسر فيها شويه دول. طب يلا 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 سيب الشنطه. طب يلا يا بدوي حتى انت كمان واقف ليه؟ اصل الدكتور قال لي اقف في حته تراوه. في حته تراوه؟ يلا 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 حبيبي يلا. يلا يلا بابا يلا يلا عشان هي عايزه تستريح. يلا حبيبي يلا بابا انت وهو. يلا يا واد انت وهو ما تنحش.
يلا هات التواو. يلا يلا عيب عيب يلا 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 امشي يلا. My kids. Mr. Kadri, do I make any trouble? Do I make any trouble? No. I hope so. No, no. There is no any troubles. This is your room. This is sarir. This is a canava. I love it. You love canava? Canava. Canava, yes. Canava. And this is for your clothes. يا حلوة يا اللي العسل سايل من الشفة شعرك سلاسل دهب دمك كمان خفة أدفع في بعضك ألوف وهديك جامع بالي لو قلت كلمة يسمع بسمع من الشفة البنت زي العسل بتضربوني ليه دي البنت زي العسل بتضربوني ليه والله ما انت عامله اي حاجه ده واجب علينا احنا I'm tired and I want to sleep I know but not now I want to take my clothes off clothes off ايه ما فيش clothes off هنا دلوقتي I won't sleep with my clothes on What? No you must you cannot take your clothes Why because I am here I will leave okay okay so bye good bye. Night good night good night good night good night, good night. Bye. يلا 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 هات اهو ها بوب بقى الموزه دي جايه من عند حمرا عوف هي يمكن تكون جايه غلط انما احنا هنحافظ عليها لغايه ما نشوف يمكن نرجعها تاني اسمع هات اهو انا مش ناقص فضايح مش عايز من تحت راسكو تحصل اي ازمه سياسيه بيننا وبين الدنمارك ها وحسك عينك انت هو اشوف حد في المنطقه دي يلا كل واحد على اوضته ماشي يا بوب كل واحد على اوضته على اوضته على اوضته يا كلاب مين اللي فتح الباب هناك اقفل وانت رايح فين انا عايز اروح حمام يا بوب خش مفيش حمامات وانت كمان رايح فين عايز اروح الحمام يا بوب خش جوه مفيش حمامات واللي عايز يعمل حاجه يعملها على روحه يا كلاب اللي هيجي ناحيه الاوضه دي هقطعه Mr. Kadri, what's happening? Nothing. أنا رايح الحمام. Any problems? No, no, no. حمام. It's over there. Yes, I know. صباح الفل يا بوب. يا صباح السعادة يا أحلى وزير شباب في المنطقة كلها. إيه يا بوب؟ مش هتجري النهاردة؟ لا. أنا مش هتعتع من هنا. تفطروا خمس دقايق وتتكلوا على الله. متهيألي ما يصحش ناكل لوحدينا. وعندنا ضيفة على لحم بطنها. ممكن أطلع صحيها. اشمعنى انت اللي تصحيها؟ وانا ما صحيهاش ليه؟ انا رايح اصحيها اقعد يا كلب يا صايع انت وهو حنينين قوي ممكن ابوك يرجع يصحيها عطيفي خالص جود مورنينج جود مورنينج انيتا وندرفول بارتي ان ذا ايرلي مورنينج واو لا دي مش حفله ده افطار للبغال دول جاست بريكفاست Come on, Anita. Sit here beside me. قومي يا بغل دخل لها. What's this? This is fool. Fool? But مخبش شوية؟ مخبش؟ محبش. دي صايعة قوي. سموا قبل ما تاكلوا. سمينا بسرية يا أبو. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وارحمنا يا أرحم الراحمين آمين السلام عليكم صباح
صباح الخير يا معالي الوزير. ايه اللي جابك انت كمان يا شكر على الصبح؟ ما انا قلت يا فندم يمكن تكون عايز حاجه. ما انا هشوفك في الوزاره. ما انا برضه تحت الامر. طب اقعد افطر. ومين اللي نفسي للاكل يا فندم؟ انا نفسي مفتوحه للشغل. الشغل مع سعادتك له متعه خاصه يا باشا. أنيتا أنا أتمنى إنك أنت تخلص البرنامج بتاعك بسرعة وتتكل على الله على الدنمارك وربنا يسترها معانا. I hope so. ما تسيبها براحتها يا بوب. ما تقفلهاش كده من أول يوم. أنت بتعمل إيه يا كل؟ بتهيألي أنيتا هتحتاج مرافق ليها. أنا معاها. ولا واحد منكم. شكري هيبقى معاها. إيدك أبوسها يا باشا. أنا متشكر على الثقة الغالية دي يا باشا. أنيتا شكري ويل بي وذ يو. أوكي ثانك يو. عربية الأولاد اتخبطت يا باشا. يعني مامتوش. ربنا يسامح اللي خبطها. هو هشوف خير أبدا. إحنا مأمنين عليها يا بوب. واللي يجي في الريش بقشيش. خليها على الله يا بوب. يا سلام يا سلام دي الاخلاق الحلوه دي. شكري شكري خليك معايا. أنيتا what is your program today? I'm going to the library, the Cairo University. اوكي شكري هي عايزه تروح المكتبه بتاعت جامعه القاهره. تخليك معايا ما تسيبهاش وترجع بيها على البيت وتخليك على اتصال بتليفون معايا طول النهار. ها؟ ويت 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 بو فين؟ هتروحي الجامعة كده؟ اوف كورس نوت. اذا كان كده معلش. لو اتقفشت بيها انا ما اعرفكش. ها؟ اوكي باي. البنت لابسه ال ايه ده؟ ايه الزحمة دي؟ ده ولا معرض الكتاب. هو انت؟ ايوه هو المكتبة زحمة كل يوم كده؟ الإقبال النهاردة على المكتبة تاريخي يا فندم. أنا تاريخي؟ تاريخي؟ العيال فين يا بدوي؟ فوق يا باشا. فوق فين؟ في اوضه الست هانم. كلهم في اوضه الست هانم؟ بتذاكر لهم. بتذاكر لهم؟ بتذاكر لهم ايه؟ وبقالها قد ايه بتذاكر لهم؟ انت عامل كده ليه؟ جاك في القرن كيس دج. كادري جوين اس. انتوا بتعملوا ايه؟ ايه ده؟ Your sons know nothing about sex, Mr. Kadri. أولادك مش يعرفوا حاجة خالص عن جنس. How come until this moment they didn't study sex? How come? How come أه صحيح. How come؟ وأنت بقى اللي بتشرحي لهم. بتشرحي لهم السكس. Exactly. يعني بتحاولي. نظري بس. وأنا شايفكم ما شاء الله مركزين قوي يعني. لا حياء في العلم يا بابا. دي بتقول كلام عظيم قوي يا بابا. دي تستاهل تمثال. مستر كادري لازم تكلم وزير التعليم عشان يكون في ثقافه جنسيه عند الستودنتس يدرسوها في المدارس والجامعات. وبتشرح لهم ايه حضرتك يعني؟ احب اخد فكره. In sex you should use all your efforts كل امكانياتك.
كل امكانياتي. امكانيات ايه بقى؟ your eyes, your lips, your fingers, fingers, your feelings, your انا مش هكلم وزير التعليم، انا هكلم بوليس الاداب. قومي يا ابن الكلب انت اهو من هنا. قومي يا ابن الكلب. في ايه بس يا بوب؟ قوم انت اهو من هنا. يلا امشي يا بوب. يلا امشي، يلا بره يا بوب. مفيش حاجه، احنا لسه في مرحله البوس. مرحله ايه؟ البوس. يلا يا ابن الكلب من هنا يلا. وانا اقول لكم حد ساعدت من ناحيه الاوضه دي. الحاجات دي ما تخشش بيتي، انا هصادر الشريط ده. What happened Mr. Kadri? You look angry. أنيتا، I'm a father and mother in this house. أنا أب وأم في البيت ده ووضع قواعد ولازم تتبع. أنا مربي العيال كويس، ما تجيش أنت تبوظيهم. أبوظهم إزاي مستر كادري؟ يعني عشان أنت قاعدين صف وتدون درس في كلام الأباحة وقلة الأدب. أباحة؟ وات أباحة؟ أباحة يعني كلام الأباحة. Bad things. ساكس مش شيء وحش مستر كادري، ساكس سبب وجود بشرية كله، سبب وجودك ووجودي، عشان كده لازم نعرفه كويس. أنا أبويا وأمي ما كانش عندهم فكر وجابوني، وأبوهم وأمهم برضو ما كانش عندهم فكر وجابوهم. ولا هو السكس ده يعني طلع أول امبارح بالليل؟ أنا نفسي ما كنتش أعرف حاجة وجبت الأربع شحوطة دول، اتجوزت وخلفت وعدت على خير يعني. هاخد بقى كل واحد أقول له البتاعة والبتاع والمسخرة ده؟ لأ. والحيوانات ما بتعرفش السكس وبتخلف برضه. انت قصدك ايه؟ You are Egyptian. هدارة فرعونية قديمة كانوا يعرفوا السكس وكانوا بيدرسوا السكس. God mine إلا إخصاب عند الفراعنة كان معبود عشان كان سكس شيء مهم. الفراعنة عندهم 300 إله، إشمعنى يعني ده هو اللي عجبك؟ مش بس هدارة فرعونية، كمان فينيقية. مستر كادري، مان أند وومن ريليشن شيبس هي الكون نفسه، إزاي تتعامل معاها بالجهل ده؟ لا فينيكس ولا مينيكس ولا انا ما اعرفش في الحاجات دي. انت جاي تقعد هنا كام يوم ما تبوظليش الدنيا اعملي معروف يعني. What do you mean مستر كادري؟ يعني ابعدي عن ولادي. بليز ستي اواي فروم ماي تشيلدرن. They are not children anymore. No, they are children. انا عارف دول تشيلدرن، عارفهم كويس. تشيلدرن. مساء الخير يا باشا. ايه اللي جابك دلوقتي يا شكري؟ في حاجه في الوزاره؟ لا انا جاي عشان الحصه يا فندم. حصه ايه يا شكري؟ فصول محو الاميه الجنسيه يا فندم. بقالك 20 سنة متجوز وجاي تاخد حصة يا شكري؟ دي فصول تقوية يا فندم، والبركة في ميس أنيتا هي اللي هتحسن مستوانا إن شاء الله. العلم أثبت إن مفيش حاجة اسمها أرض بور، إنما في عقول بور، في فكر بور. هذه التجربة اللي هعرضها على حضراتكم تجربة فريدة من نوعها، بتوضح إزاي إحنا قدرنا نستغل طاقات الشباب في استصلاح الأراضي، وبالتالي وفرنا فرص عمل كتير للشباب. الأرض دي كان الصحراء قاحلة وكثبان رملية، درجة المروحة كانت 90% في هذه الأرض. إنما بعرق الشباب واجتهادهم لولاد حرته وتعبه وعرقه قدرنا نصل إلى نتيجة باهرة. أنا شايف السعادة على وجوه حضراتكم طبعا، لأن النتيجة كانت معجزة بكل المقاييس. الورد ده كله البيت بقى عامل زي المستشفى، في حد عيام العيال؟ مزار قباني ده رائع قوي يا بوب. قريت طفولة نهد. طفولة ايه؟ طفولة نهد. فصلت من جلد النساء عباءة وبنيت أهراما من الزحلمات. من الزحلمات؟ نزار هيقول من الزحلمات؟ غلطة مطبعية. آه.
الخير يا بوب. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك عصير؟ انا كنت بعمل تورته لأنيتا بمناسبة مرور الاسبوع على وصلها. أنيتا اللي طبخلنا النهارده عامله اكله انما ايه معجزه. ديك بيلجن كيستيك. انت عندك زغطة؟ لا دي انا عايز ابوسك بالدنماركي. ديك بيلجن كيستيك. مفيش اي حاجه. يا ابني خليك براحتك. مش كده وانت عامل ايه في الكليه؟ كليه يا بابا انا اتخرجت خلاص. اه صحيح. يا بدوي ما عندكش تفرق غير من هنا؟ ابراهيم ايه ده؟ This is فلوخة. دي الأكلة الشعبية في الدنمارك. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. متكاملة ايه وعناصر غذائية ايه؟ يعني ده غداكو؟ دي لذيذة قوي يا بوب. هايلة عظيمة. ما انتوا طول عمركم بتاكلوا زي الحمير في النجيل. لا الحمير بتشبع ولا النجيل بتخلص. انت ما بتاكلش ليه يا بوب؟ كل دي طعمها يجنن. مش الحاجات دي. مستر كادري you don't like it? No, no Anita. Try it, it's very delicious. Believe me, it's very delicious. انتوا واقفين بتتفرجوا بس هتنزل من هنا. أنيتا احنا بلد شرقي لينا عاداتنا وتقاليدنا. We have our habits, our traditions. اللي انت عاملاه ده ممكن يؤدي الى كارثه حقيقيه, يعمل بلوى سودا. عندكم في الدنمارك حاجه وعندنا احنا حاجه تانية. بس احنا برضو لازم نسير التطور. ياما بلاد كتير وقفت محلك سر عشان لم تسير التطور. كان عندنا مطرب كبير زمان كان بيقول ايه بقى؟ عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطم طاطم طاطم. طبعا في فئه الجاد بتوضح حد فاصل ما بين هنا وهنا. يعني Yeah.
الريس انا قريت المقاله كلمه كلمه وعارف كل اللي اتقال فيها، بس دي مؤامره يعني. خلاص ولاد قادر المنياوي هما اللي خاربين البلد، هما الخطر على الامن العام، مفيش اولاد وزراء غيرهم. يا سياده الريس الاولاد من بعد ما قروا الكلام ده وما في حاله انهيار عصبي. وبعدين انا معايا ملف باسامي كل اولاد الوزراء بنشاطاتهم وبلاويهم وبالمستندات. الكلام اللي بتقوله ده مش مظبوط يا سياده الوزير. الملفات والتقارير والتحريات دي مش شغلتك. في ايه؟ Don't touch me. مستر كادري. لا 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 لا. أنيتا Egyptian style. أنا من الأول ما كنتش موافق على تعميم التجربة الدنماركية. الدوسيه بتاع أولاد الوزراء ده ملوش أي لازمة. خليه هنا ماشي. إيجيبشن ستايل. أنيتا إيجيبشن ستايل. أربعة كمان. بوس بوس. ده راح فين؟ طالعين فوق. فوق فين؟ انت شايفنا ايه؟ فوق ده انا. الله يعافي ولا ايه؟ اه هتيجي معايا انا. انيتا دي بتاعتي انا. انت هتعمل لي فيها فين؟ انت بقى. ايه يا ولد؟ ايه؟ هتموتوا بعض؟ هتموت اخوك يا عبد الرحمن؟ ايه اللي بيحصل؟ مش فاهم. كباريه؟ عاملين البيت كباريه؟ كان عايز ياخد اخوك. اخرس خالص، ما تردش. هنا عمال اقول انا عندي عزه الفل وعيال رجاله. سكرانين؟ خبره؟ تشربوا خبره في بيتي؟ بي كوايت مستر كادري، ما حدش يأمل اولاده بالطريقه دي، دي شكل غير متهدد للمناقشه، انت انسان همجي. هتعلمني ازاي اربي ولادي؟ انت اللي حدفك عليا؟ من بكره الصبح تاخد هدومك وتمشي. مش عايز اشوف حد هنا.
أنيتا، I'm sorry. أنا عارف إن أنا مش من حقي إن أنا أضربك، بس اللي حصل ده ما حصلش في بيتي. كمان sit here مستر كادري. No, here, close to me. أول مرة في حياتي حد يضربني. But you cannot imagine, Mr. Kadri. It's a marvelous feeling. I love it. أحب لما أنت يضرب أنا. بتحب الضرب؟ أوه. It's too hard. But I like it. أنت راجل بجد. ممكن يسألك سؤال؟ Where is your woman, Mr. Kadri? My woman تعيش أنت. أنا عايشة. هي فين؟ لا يعني مش كده يعني she's dead. انا اصلي اتجوزتها واحنا في الجامعه، كنت صغير وهي صغيره، وابويا جوزني يعني واحنا في الجامعه كنا صغارين، واشترى لنا البيت ده، وبعدين خلفنا بقى العيال دي وهي ماتت وهي بتخلف الواد البغل اللي اسمه حسين ده. لا انا عارف، انا مش اقصد زوجه وايف، انا اقصد ست، I mean a girlfriend. Don't you have a girlfriend? لا 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 girlfriend مين؟ لا ليه لا؟ أي إنسان عادي عنده girlfriend. أيوة أنا لا. Why not؟ أنا وزير. هما حكومة هنا يمنعوا وزراء يرفوا ستات؟ هو هي يعني هو مش ممنوع إنما مكروه. أي إنسان سياسي في الدنيا لازم يبقى عنده واحدة ست وأكتر. بيل كلينتون عمل love story مع مونيكا، وبرنس تشارلز برضو كان عنده girlfriend. And everybody know that. انتوا هنا في ايجيبت مش في ديموكراسي؟ هو في ديمقراطيه للشعب انما للوزراء لا. اهو الوقفه اللي انت وقفتيها دي ضد الديمقراطيه. الانسان بيتولد اريان في الدنيا دي، هو اللي بيغير نفسه، يقلع هدومه، يحط ميك اب، يصبغ شعره. على رايك الحكومة كلها سابها. أجمل إحساس في الدنيا إنك تشيل كل الحاجات دي، إنك تقعد قريان زي بيبي لسه مولود جديد. جربت إحساس ده؟ آه جربته وأنا بستحمى. مستر كادري نفسي أجرب إحساس ده معاك. سيب نفسك براحته. You look tired and stressed. اقلع هدوم دي. لا 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 ده كلام قلع إزاي يعني؟ مستر كادري be civilized. عندنا في الدنمارك كل سنة في يوم الناس بيقلع هدومه، نيوديتي داي. ده يوم ايه بالظبط؟ عشان انا رايح الدنمارك قريب. كيك في الجيرن كيس ديك. انا بسمع كلمة دي كتير اليومين دول. او ام سوري انا نسيت بكلم دانش. اي مين انا عايز يبوس انت. لا 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 ما ينفعش. انا مش يقول انت عايز يبوس انا، انا عايز يبوس انت. اه اذا كان كده معلش، انا افتكرت انك انت بتقولي انا ابوسك يعني. فكرة البوس اللي كان الواحد بيتبسه زمان ده ما كانش بوس، ده كان تطعيم. اسمه ايه اليوم كله بيلعب فيه؟ نيوديتي داي. نيوديتي داي. شوفوا بقى
كل مرحلة وليها مفرداتها وتوجهاتها وبنيتها الأساسية اللي لازم نتفق على ملامحها مع بعض من دلوقتي. أنا قررت إن أنيتا مش هتمشي، مش هتسيب البيت. طب وإيه لازمته اللي أنت عملته امبارح يا بوب؟ أنا عارف البوب عمره ما قلبه كان هيطوعه. اسمعوا، لعب العيال ده أنا مش عايزه، يعني شغل النحنحة والتسبيل لأنيتا بلاش منه، عشان البنت لازم تاخد فكرة كويسة عننا، وبلاش شغل المراهقة ده. بوب أنا مش مراهق، أنا خلاص خلصت الجامعة ومن حق إن أنا أبدأ حياتي، علشان كده عايزك تأجل الجيش علشان أتجوز. تتجوز مين؟ هتجوز أنيتا. تتجوز إزاي وأنت محلتكش حالة؟ أيوة بوب، ما أنت برضو هتساعدني يعني. هساعدك إزاي يعني؟ شوف يا محمود، الشاب قبل ما فكر في الجواز لازم يبني نفسه الأول. يا بوب أنا بكلمك كأب مش كوزير. وانت هتكلمني على مزاجك؟ وانت تروح تمرمطني في الجارات كوزير وتيجي هنا تمدي لي ايدك وتقول لي بكلمك كأب؟ البوب بيتكلم صح. اهدى يا عم، اشمعنى انت اللي تتجوزها؟ انت لسه عندك جيش، وبعدين البوب وعدني من زمان انه هيجوزني بدري، مش كده يا بوب؟ وليه مش انا يا اخوانا؟ هي الانانيه دي مش هنبطلها بقى، كل واحد فيكم شايف نفسه. انا الوحيد فيهم اللي بتكلم دنماركي، وانا حق واحد بيها. هو كل واحد يتكلم لي كلمتين دنماركي هيروح يتجوز انيتا؟ يا بوب انا بتكلم بجد، انا بحبها. بتحبها ده ايه؟ انت فاكر نفسك بقيت راجل؟ دي مش طريقه مناقشه. انا هقوم. قوم يلا، مع السلامه. وانتوا قاعدين مستنيين ايه؟ هو انسحب يا بوب، ما تضايقش نفسك، احنا الثلاثه قدامك اهو، شوف مين فينا اللي هيتجوزها، واحنا والنعمه ما هنكسر لك كلمه. اه مظبوط يا بوب، احنا والنعمه ما هنكسر لك كلمه. اه واللي البوب هيقوله هيمشي. اللي هقوله هيمشي؟ اه امشي من قدامي لحديكوا بالجزمه على دماغكوا. امشي. جود مورنينج بدوي. فيها مع الوزير؟ شكلك مش عاجبني النهارده. انا تعبان يا شكري. يا فندم الاولاد بقوا كلهم كده. مش مسيره الاولاد، انا ما عشتش حياتي يا شكري، عمال اربي في العيال وعلفهم اشتغل زي الحمار. ودينا بقيت وزير، ربنا يعلي مراتبك يا فندم. أنا مخنوق، أنا حاسس إن انضحك عليا شكري، نفسي أرتاح من كل حاجة، عايز أرتاح من الوزارة ومن العيال، وعايز أرتاح منك أنت كمان يا شكري. وبعدين أنا عايز أعرف إيه أهمية الإجراءات الأمنية المشددة اللي بتبقى ورا الواحد في كل حتة دي؟ وفي حد غبي يفكر يقتل وزير الشباب؟ بص يا شكري، شايف الكناس اللي هناك ده؟ انا ببص على الراجل ده كل يوم، ده ملك ولا همه اي حاجه، لا خايف يبقى وزير سابق ولا مستني التعديل الوزاري الجديد. النهارده فكرت ان انا انطلق امشي في الشارع لوحدي وراح اقعد على القهوه واطلب واحد حلب حصه. تعرف يا شكري، في الدنمارك عاملين تجربه هايله، عاملين يوم في السنه الدنمارك كلها تقلع ملطي. شوف العظمه. ما تقلع شكري. قلع ايه؟ يعني قصدي يعني واضح ان سعادتك متحمس قوي للتجربه الدنماركيه. دي تجربه هايله، تجربه عظيمه. وما يستنى دي دلوقتي انك تعيش طول سنين ده من غير ومن بعد ما هو مات. This is great. وقبل ما يموت والله هم خمس مرات اللي قعدنا فيهم مع بعض. What? خمس مرات اللي قعدنا فيهم مع بعض. Okay. المرة الأولانية جبنا فيهم محمود الكبير، المرة التانية جبنا الواد إبراهيم اللي بيلعب ملاكمة الشحط ده، المرة التالتة جبنا الواد المجنون عبد الرحمن. Who? عبد الرحمن الواد المجنون. المرة الرابعة بقى اللي هي فاضت فيها جابت الواد حسين، الواد البغل ده. والخمسة
لا دي كانت ايام النكسه. نكسه؟ النكسه قصه ايه؟ ايام النكسه. انما انت بتسالي الاسئله دي ليه؟ This is my job. ده تخصصي. تخصصك؟ Yes. تخصصك في ايه بالظبط؟ بالليل قوي بقى بعد العيال ما تنام اجيلك وتطلعي كل المراجع اللي عندك، ونبتدي من منهج سنة أولى، ها؟ واخدة بالك؟ ولو تمهيدي يبقى كويس. احنا نبتدي من الحضانة. عشان ظروف بس. اوكي. اوكي. كاتري، what happened؟ This is اللجنة. What لجنة؟ كوميتي. They had committee in the street. I love Egypt. قمت كايرو يعمل لجنة في الشارع عشان يحل مشاكل ناس. Fantastic. احنا كده نعمل لجنة في اي حتة، ما عندناش مشكلة. I love you. مية مية. تعال انزل اخلص. يلا يا حلوة. قول حاحة. قول حاحة. مش فاهم يعني. قول حاحة. حاحة. وات حاحة؟ حاحة دي اوبرا. حاحة أوبرا. I love Egypt. مين القطة دي؟ دي صديقة من دولة الدنمارك العربية الشقيقة. أنت شارب حاجة؟ شارب كوكتيل. كوكتيل؟ يعني سبيرتو على كونياك على بيرة مظبط نفسك يعني؟ لا ده كوكتيل فواكه. فواكه؟ إيه ده؟ إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ إيه ده؟ ده يعني فين بطاقتك؟ شوف يا باشا يعني بطاقتك فين؟ خلصني. هي معيش بطاقة. معكش بطاقة؟ شايف البوكس ده؟ شايفه؟ ايوه. خد القطة وروح اركب. يلا قطة. يلا يا اخوانا خلاص، مش عايز عربيات تاني. جبرت قضيت النهاردة. اخلع يا اسطى. احنا مقبوض علينا، احنا arrested. وزير arrested? Is it democracy? ده امر ما يحصل عندنا في الدنمارك never. انتوا بس فرحين تقلعوا مالت. ايوه شكري. انا مقبوض عليا التحري. احنا رايحين اسم ايه؟ العمرانيه. احنا رايحين اسم العمرانيه شكري. guy is he Ramses? مين ده؟ رمسيس؟ لا ده غمره. اوه لافلي. هاي سويتي. احنا فين كادري؟ احنا في القسم. قسم؟ وات قسم؟ ده مكان بيعملوا فيه مساج. واو اي وانا هاف مساج بليز. انت ادي حيوان اللي بتبص في ساعتك. انت بتبص في الساعه ليه؟ مستعجل ليه؟ وراك الوزارة؟ يلا قلبوه شوفوا اللي في جيبه هاتوا الساعة دي. أنا هديكوا كل حاجة. الساعة إيه؟ اخلص. وادي النضارة ودي كل اللي معايا. وإيه دي؟ دي بقى عشان الحركة والحلاوة. إيه دي؟ بندانة. بتنجانة. فتشوا لي القطة دي. أوعى حد يقرب لها. دي تأدي فيكوا شكوى في السفارة الدنماركية، يجي يقفلوا لكم الاسم وتشردوا كلكم في الشوارع. كادري بيبي. I love you. I love you too. دا اثبت. ايه ده؟ ولا انا شفتك فين؟ انت بتطلع في الجورنان صح؟ في صفحة الحوادث. ايه دي؟ ايه دي؟ عايز اعرف ايه دي؟ علقوه. اوعى حد يقرب لي. انا هقول لكم على كل حاجة بقى.
أنا شكري السيد مدير مكتب وزير الشباب، ومعايا قرار الإفراج عن الباشا. ساعة شكري ساعة. أنا آسف يا معالي الوزير. معالي إيه؟ أدري من ياوي معالي وزير الشباب. أخلص ساعة الباشا. ده مفتاح الأوضة بتاعتي في الدور الثاني، فيها سرير عريض لو حبيت حضرتك تريح أنت والقطة. لو سيادتك يعني عايز تروح اسكندرية، عندي شاليه في سيدي جابر ريح فيه. وعيش يا باشا، عيش وسيبني عيش. قول حاحا حاحا أبرا. آه حاحا 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 حاحا. احنا مش عارفين الأرتيس في البيت ده. أنا عايز أعرف الست دي بتروح فين. هو البيت غيران ولا حاجة؟ غيران في عبد الرحمن. يعني هتكون بتروح فين؟ بتسلك أمورها. تسلك أمورها؟ ما تسلك هنا، وهي لازم تسلك برا. احنا نقضيها فيديو بقى وخلاص يا محمود. فيديو؟ احترم نفسك أنت هو يالا. إيه ده؟ أنيتا أنا بحبك. I love you. أنا بحبك. I love you too. Will you marry me? Marriage? No way. أنا بحبك but not marriage. Is there somebody in your life? Yes. In Denmark? يعني جيتوا بدري النهاردة. أخوكوا فين؟ أخونا فوق. فوق فين؟ مع أنيتا. قولها كلمة بفوقها، قصدي بسرها. لوحديهم؟ لا، الشيطان ثالثهما. إيجيبشن مصري يعني؟ وده عرفتيه أنت. رد عليا تلمي. انت قاعد عندك بتعمل ايه؟ بتكلم مع أنيتا. بتكلم معاها في ايه؟ يلا انزل تحت تقعد مع اخواتك. يلا محمود، وانا قلت قبل كده ما حدش يجي هنا. يا ابراهيم مالك؟ وشك مش عرفت كده ليه؟ انت اتخانقت تاني انت واخواتك؟ لا يا بابا، امبارح كان نهائي بطولة الجمهورية. صحيح، امبارح كان النهائي. طب ما فكرتنيش ليه؟ احنا عمرنا ما كنا بنفكرك يا بابا. حضرتك اللي دايما بتفكرني. وعملت ايه؟ خسرت يا بابا. الحمد لله على السلامة يا أدري بيه. يا ترى بقى معالي الوزير هيشملنا بعطفه ويقعد معانا خمس دقايق. في ايه يا محمود؟ في ايه؟ مفيش حاجة، ما عادش في أي حاجة. هاي everybody. أهلا. أهتم تشرفت أهي. لازمته إيه بقى اللف والدوران يا أدري بيه؟ دي آخرتها؟ بتضحك علينا، محدش يقرب منها، محدش يعتب اوضتها، وانت غرقان معاها في العسل، عمال تنصحنا وفي الاخر انت اللي وقعت. انا شفتك بعينيا دول. انا كنت فاكرها انها بتصيع مع اي حد. طلع الحد ده ابوك معالي الوزير اللي بيقول كلام وبيعمل كلام تاني. انا كان ممكن افضحك في كل الجرايد، لكن انا بقى طلعت ابدع منك. سيبوه يا محمود. تتهجم عليها؟ او جاد. Thank you.
الحمد لله ابوكوا زي الفل يا جماعه. معالي الوزير بخير، لازم تطمنوا. هي فتره بسيطه كده وهيبقى زي الفل. عايز اقول لكم حاجه، ابوكوا قلبه زي الحديد. عمري ما هسامح نفسي، عملت لنا حاجات كتيرة قوي حلوة، عمرك ما حرمتنا من حاجة، عمرك كله راح علينا، كنت لينا أم وأب وصاحب، أنا بحبك قوي، قوي، كان نفسي تسمع الكلمة دي من زمان. يا بابا اضربني اشتمني، قوم اتكلم يا بابا، انا ما عرفناش نتكلم دلوقتي. الحمد لله على السلامة يا معالي الوزير. ألو؟ أيوة يا فندم. سيادة الرئيس هكلمك. سيادة الرئيس. أيوة يا ريس. الحمد لله. الحمد لله يا سيادة الرئيس. لا كله تمام. لا كرش ايه ده، انا رياضي قديم. ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا يا سيادة الرئيس. لا يا فندم، لا. طب يا فندم متشكرين جدا، مع السلامة. الحمد لله على السلامة يا معالي الوزير. الله يسلمك، الشكر. الحمد لله على السلامة. اتفضل معالي. لا انا هركب مع الاولاد. يلا. يقول بأنه من اليابان ويحتاج إلى 50 جنيها. دول بتوع المطعم يا خرابي. اجري يا حسين، ردينا هنا. حرام عليك يا علي حسين. اهلا 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 ادربيه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. اتفضل استريح. قلقتني عليك يا راكي، لكن الحمد لله الدكاترة كلموني وطمنوني ان صحتك بقت زي البوم. شكرا يا فندم. ايه ده؟ استقالة؟ طب ده احنا من سنة 52 ما سمعناش ان في وزير استقال. طب نقول ايه اللي فوق؟ لأسباب صحية يا فندم، ما انت عارف. بس انا شايف انك كويس اهو. عايز اعيش.
انا مش هقدر اعيش من غير العيال ولاد الكلب دول. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا حبيتك كتير. I love you. I love you.